كان آنذاك يعني في الثمانينات كانوا يعني المدافعين قليل اللي يطلعوا ويساعدوا الهجوم. نظن باللي انا وشعبان كانت عندنا هذه القدره. ما نقولش باللي كنا وحدنا، لان في الجزائر الثاني كانوا لاعبين واحد اخرين، ونظن باللي احنا كنا انذاك بيتيتر اون سون لو سافوار، بلا ما على بالنا كنا نديروا تاكتيكمون اللي راهم دوك يلعبوها. كان كويسي يمتاز بمراوغات جعلته احسن لاعبي الاجنحه. كانت مراوغاته تمثل لذة للعين. معروف انا بالهجومات هذوك تاعي، وسيتي ما فورس، باسكو لا ما يخفاكش انا جيتي فورميت كمهاجم، ولي سيركونسونس اون كادي جونيور اللي خلاوني رجعت مدافع. الو نعرف كيفها الواحد يهاجم، يعرف لاتاكون كيفاش يلعب وما يشبه. كان ينفرد مرزبان بقدرته على العدو المطول، وتلك كانت علامته الشخصيه. جيتي با فيت في 100 متر، انا سيتي في لونغ ديستونس. كيما نقول لك شغل انا اتليت دو فون سي لي 800 متر 1500 متر. كانوا عندنا الحق دي زوتوماتيزم، وكان قدره في يعني في كسب الكره لا بوسيسيون دو بالون، لازم لها ثاني ان بو دو تكنيك اي بوكو بليس دو كونديسيون فيزيك. نظن بلي انا وشعبان وكل اللاعبين انا ذاك كنا محضرين تري تري بيان، ونظن باسكو باش تطلع وتهبط في مقابله تهبط في مقابله تطلع بليزيور فوا لازم تكون البواطه كما يقول لك صحيحه، فهمت كيف؟ دونك براتيكمون نقدر نشاطر شويه الناس، ما نقولش بلي بيتاتر احسن بكل تواضع، ولكن كنا من الناس اللي بيتاتر اون كري ان بو هذه انشاناها، يعني المدافع اللي يولي مهاجم. Pendant les Jeux Olympiques 80, pendant le Mondial, à chaque fois, nous faisons l'antidopage parce qu'ils ne croyaient pas, ils disaient que sûrement il était dopé. C'était naturel, c'était un travail qu'on a fait au Meshba. انا جيت من مدرسه نصر حسين داي اللي معروفه وعريقه، واللي خرجت بارمي لي مير جوار الجيريان اللي خلق هذا الفريق. وكما يقول لك الانسان عنده ان تومبيرامون دو غانيور اللي يحب يربح كل مقابلات، وهي الرياضه كما يقول لك يا با بلاص بولي فانكو. احنا كانت عندنا اون بون فورماسيون باسكو نشفاف في النهض مين مكادي كنا نخرجوا اون فيزي دي تورنوا اون دوميني لي تورنوا. سيتي نيس كافيغا دو نيس، لعبنا كونتر فريمينونس كونتر دينامو دو كييف في الفريق الوطني كيما قلت مكادي اون سورتي اون فيزي دي تورنوا. هاد لي زوروبيان خلطناهم كنا صغار. ما يخفاكش باللي شويه كان اللي جا محومه بسيط، فهمت؟ ما كانش عندنا امكانيات، والحمد لله الواحد من حومه كيما حي عميروش ولا كيما يقول لك ما كانش عندنا امكانيات ميم با باش نشرو كيما كره ونلعبوا بها، شي هذيك الشكاره تاع الحليب نديروا فيها الجورنال ونلعبوا بها. ومن بعد تيترو في جوي مونديال تياتر لو ميور اريا دروا دي موند، جوي لي جوز اولمبيك، كات كوب دافريك، لي جو ميديترانيا. نقول انا الحمد لله ميم في لا ديفيت نقول الحمد لله الواحد خدم وتعب باش وصل للدرجه هذه، ماهيش سهله. كيما نقول لك سيت ان بون اكزومبل لي زوطر جون باللي ميم ما عندكش امكانيات كي تحب تلحق تلحق. وشنو كانت عندي؟ ان فولونتي اكسترا اوردينار.